يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول من الصوم الكبير، إنجيل القداس. مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. انظر إلي وارحمني لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته على جميعنا. فقال له بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل أم تقوله للجميع أيضا؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده فيجده يعمل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. وإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا ينتظره وفي الساعة التي لا يعرفها، فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع غير المؤمنين. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولم يستعد ولا فعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا، أما الذي لا يعلم ويفعل ما يستوجب به الضرب فيضرب قليلا. وكل من أعطي كثيرا يطالب بكثير، ومن استودع كثيرا يطلب منه أكثر. إني جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد وقد اضطرمت؟ ولي صبغة أصطبغ بها، وكيف أنا محتمل حتى تكمل؟ والمجد لله دائما.